الرحمن الرحيم، مساء الخير على كل مشاهدينا الكرام. ازيكم؟ عاملين ايه؟ جاي لكم النهارده في فيديو جديد عن احدث بوتاجازات من شركه زانوسي، وهو بوتاجاز تيستي ماكس. افضل بوتاجاز موجود من شركه زانوسي واعلى حاجه نزلت. في ناس كتير كانت بتسال عليه وكانش متوفر عندنا، ولسه جاي امبارح فقلت ان انا اصور الفيديو ليكم على طول. طبعا شركه زانوسي عملت موديلات كتير، وده احدث موديل منها وهو بوتاجاز تيستي ماكس. البوتاجاز دوت الفرق ما بينه وما بين الكول ماكس في اختلاف الشاشه الديجيتال، ان هنا الشاشه الديجيتال بتاعتها بتكون ديجيتال كنترول، وشكل المقبض بتاع الفرن وحجم الفرن ذات نفسه ومساحه الفرن ذات نفسه. هو نفس الامكانيات، بيكون باتنين مروحه نفس مساحه الفرن بتاعت الكول ماكس. اختلاف في شكل الرجول، ان هي الشكل بتاعها بيكون نيكل، التانيه اسود بلاستيك عادي. اللي يختلف ما بينه وما يختلف ما بين الكول ماكس هي الحته دي، وده فرق السعر ما بينهم هما الاثنين. ده مكتوب عليه ميدن ان ايطالي، الكول ماكس مبقاش مكتوب عليه ميدن ان ايطالي، لكن خامه الاستانلس بتكون واحد، التقفيل بتاعه بيكون واحد، العيون بتاعته كلها بتكون واحد، خامه الاستانلس ذات نفسها ما بتختلفش حاجات كتير ما بين دوت وما بين الكول ماكس اللي هو الزانوسي. طبعا الاستانلس بتاعه مط، طبقه العزل هنا بتكون اعلى شويه. شكل المفتاح زي ما احنا شايفين كده، هو ده شكل المفاتيح بتاعته. في مفتاح للشوايه ومفتاح للفرن، بقدر اشغل الاثنين مع بعض في وقت واحد، والاشعال الذاتي بيكون مع لفه المفتاح. ومثل المفتاح بتاع الفرن هنا، ان هو هنا بيديني مع كل لفه درجه الحراره اللي ست البيت بتكون عاوزاها. اختلاف ان المقبض هنا بيكون شكله استانلس بمقبضين بلاستيك، هنا بيكون في مروحتين تبريد، هنا المروحه اللي فوق هنا بتبرد لو شغلت الشوايه والفرن مع بعض في وقت واحد، والمروحه اللي في الوش جوه ديت هي اللي بتوزع السخونيه على الفرن كله. طبعا بيكون في الشوايه بتاعته بتكون بشكل البوتاجاز، جايه بعرض البوتاجاز هنا بيكون شوايه بسيخ واحد بس، ده سعره بيكون 12,000 جنيه. عندنا هنا بوتاجاز فريش هامر. طبعا بوتاجازات فريش هامر معروفه، في منها موديلات كتير، بس اللي موجود عندي احدث حاجه فريش هامر اللي هو التاتش باب هيدروليك الجديد. زي ما احنا شايفين شكل الفرن كده بتاعه، الباب بتاعه بيكون زي ما احنا شايفين كده هيدروليك. الشاشه الديجيتال بتاعته بتكون تاتش ديجيتال كنترول، بقدر اظبط وقت للشوايه واقدر اظبط وقت الفرن. بيكون في هنا خمس عيون، ده كل عين منفصل لوحديها، بس هنا الشوايه والفرن المفتاح واحد. ده موديلات فريش اللي نازله من الهامر الجديد. عدلوا البوتاجاز وخلوا مفتاح للفرن ومفتاح للشوايه، لا خلوه مفتاح واحد فرن وشوايه مع بعض. وعندنا هنا بوتاجاز فريش مودينا، احدث حاجه برضو موجوده في السوق. طبعا فريش مودينا عارفين منه اللي هو في منه كذا موديل، ده احدث حاجه منه برضو الفريش المودينا. الكوش النحاس دوت، ده شكل الكوش بتاعته زي احنا شايفين كده هوت، الكوش بتاعته بتكون ميدن ان ايطالي. ده شكل الكوش بتاعته اللي هي نحاس ميدن ايطالي كامل. الشاشه الديجيتال التاتش بتكون هنا في النص ديجيتال كنترول، بقدر اظبط وقت للشوايه والفرن، يقدروا يفصلوا في وقت معين. طبعا هنا بيكون في مفتاح للفرن ومفتاح للشوايه، بيكون الاثنين معزلين على بعض، لا هنا بيبقى مفتاح واحد بس، عشان في ناس كتير بتفتكر ان هو مروحه. ده الاختلاف ما بينه وما بين المودينا العادي، ان هنا بيبقى نازل الكوش النحاس الايطالي اللي كانت موجوده في بوتاجازات لجرمانيا المستورده. ده اعلى موديل من فريش مودينا، ده سعره بيكون 9,850 جنيه. ده الشكل بتاعه هو، وخامة الاستانلس بتاعته الوش بتاعه بيكون ازاز، والاستانلس بتاعهم بيكون مط. دول احدث بوتاجازات موجودة، وطبعا الزانوسي تيست ماكس احدث حاجة موجودة فيه. لو في اي استفسار ممكن تسيبها لنا في تعليقات الفيديو، واحنا هنرد على حضراتكم على طول. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. شكرا.